مش كل تجربة بتمرق مرور الكرام، في تجارب بتحفر بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. حياة كتير أبسورد، حياة عبثية. عقد ما الدنيا عطتك، عقد ما أخذت منك. كنت أقول إذا أنا بموت هلأ كون أتعس مخلوقة على وجه الأرض، لأنه بموت بأبشع حل. لو كان القرار بإيدك أيمتى بتقرر إنه خلاص؟ لو كان القرار بإيدي ما كنت بخلق. قلت لها خلص تركتيها لختام، ما بقى بدك إياها، لأنه هي نقتني. هيدي المرأة عملت مني بني آدم. كان صعب علي شوفها أول شيء ويك، كان صعب إنه شوفها ويك. كل الطريق عم حط تلج على عيوني، وطلعت صورت. قلت لها بيان دانسي افيك موا، وحملتها هيك بإيدي وصرت رقصها. كثير سوداوي بالحياة. لا أنا ماني سوداوي، أنا زلمة واقعي وبحكي الواقع مثل ما هو. ولا مرة استسلمتي أختي؟ الحياة ظالمة علي أوقات كثير، بأنه أنا أقتل حالي أو بدي أقتلها. أهم حقيقة بالحياة. بتخاف من الموت؟ لا أنا بخاف من الحياة. بلا ولا شيء مع رودولف هلال السبت 8:30 المساء على الـ LBCI و9:45 المساء على صوت بيروت انترناشونال.